خلينا من أولاد الحليب. المنطقة. وخاصة هاد الدور المساكين كانوا مغبنا من قبل، يروحوا تال سيك ويروحوا منا تال بطيوة باه يجيبوا باه يعمروا القرعة تاع الغاز. شكر الدولة الجزائرية والحمد لله كنا بالقرع واليوم راه عندنا الغاز عندنا الماء الحمد لله. الحمد لله الغاز الحمد لله حلينا الغاز راه غاية ريشة. على مدى الأربعة أيام سنقوم بعملية ربط خمس مواقع بمادة الغاز الطبيعي، الضم 1643 عائلة بشبكة طولها 72 كيلومتر وبمبلغ مالي يفوق 100 مليون دينار أي 10 ملايين سنتيم، لتتجاوز بذلك نسبة الربط 80%. هذه المشاريع سجلت كلها سنة 2021 وتم إنجازها خلال هذه السنة ودشنت خلال هذه السنة. هذا الشيء اللي سعينا عليه وقفنا عليه، وهي المتابعة مع مختلف المصالح المعنية منتخبين وإداريين، والحمد لله النتيجة اليوم راهي في الميدان.